اعتقاده إذا كان عنده دليل يعتقد به، إذا لا هو لا يعتقد به ومعذور عن ذلك. أنا أقول بأنه لابد إذا اعتقدت بشيء لابد أن يكون عندك ماذا؟ حجة ودليل. فإذا كانت عندك حجة فأنت ماذا؟ مو فقط معذور بل أنت مثاب. إذا لا هو لا يعتقد به ومعذور عن ذلك. مو فقط معذور بل أنت مثاب. مو أنا وجدت بعض الأعزاء، هاي جملة معترضة، وجدت بعض الأعزاء يقول السيد الحيدري إذا كان يقول يجوز التعبد بجميع، وليش هو باقي الشيعي؟ عجيب، ليش كاتب رسالة عملية؟ عجيب. وأنا بيني وبين الله ذهبت وطالعت واستدللت واجتهدت، دليلي أوصلني إلى أن الحق أين؟ في الإسلام، ومو الإسلام العام، وإنما الإسلام ماذا؟ إسلام محمد وآله محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا أقول هذا دليلي، ولكن مو من حقي أن أقول للآخر أنت حتى مع دليلك أنت على من خويك من المصدر. ما استطيع. لماذا؟ لان هو عنده دليل. ماذا افعل له؟ تقول لي لا هذول مغرضين، اقول انت المطلع على النوايا، لو الله مطلع على الله يزكي الانفس.